سيطرت ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية على مؤسسات الدولة المختلفة، وكان القطاع النفطي من أهم المؤسسات السيادية التي ترتبط بحياة الناس وخدمتهم. فانعدام المشتقات النفطية يعني تعطل الحياة العامة وتوقف المستشفيات والمصانع عن أداء مهمتها وتوقف الموظفين عن أعمالهم. الشلل الذي أصاب الحياة العامة بسبب تحويل الإنقلابيين النفط والغاز المنزلي للسوق السوداء وبشكل ملفت وضع المواطن اليمني أمام معاناة كبيرة في رحلة البحث عن اسطوانة الغاز أو الحصول على الوقود. حكومة الشرعية ومنذ تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر أولت هذا الجانب أهمية خاصة، فباشرت في عقد اجتماعاتها الاستثنائية والعاجلة لوضع حلول فورية للتخفيف من معاناة المواطن الذي تسلطت عليها الميليشيات الانقلابية وعبثت في حياته ومقدراته وثروة الوطن. نحن نجتمع اليوم بصورة استثنائية في عدن وللمرة الثانية لمناقشة واحدة من الاتفاقيات التي نتوقع أن نخرج بها من أزمة الطاقة وأزمة المشتقات النفطية وأزمة قطاع الغيار، خاصة في قطاع الكهرباء. ونجتمع أيضا بصورة استثنائية لأن هذه الاتفاقية يجب المصادقة عليها اليوم، ويجب أن تبعث للرئيس اليوم، ونأمل أن الرئيس يتم يصادق عليها الليلة لكي نبدأ السبت في تنفيذها. ونحن بدورنا في وزارة النفط لنا لقاءات مع الوحدات الإدارية الموجودة في المحافظة. اليوم نحن في شركة النفط للاطلاع على كيفية توزيع المشتقات النفطية للمحافظة وخارج المحافظة، كونها الشريان الوحيد المتبقي لإنتاج كميات محدودة من المشتقات النفطية. ولنا إن شاء الله تعالى زيارة قادمة لشركة التكرير وشركة الغاز ثم الشركة الأم وهي شركة صافر. وعلى صعيد جهود الحكومة حيال هذه المعضلة، فقد وجهت الحكومة وزير المالية لاعتماد 2 مليار ريال لشركة النفط لشراء النفط، كما تم الإعلان عن استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة وتوفير المشتقات النفطية لكل المواطنين. فوصلت أول دفعة اسطوانات غاز منزلي من شركة النفط اليمنية إلى جزيرة سقطرى في أواخر العام 2016، كما صادقت الحكومة في اجتماعها بحضرموت على تحويل 30 مليون دولار أمريكي لحساب شركة بترو مسيلة لإعادة تأهيل وتشغيل حقول الإنتاج النفطية الواقعة ضمن اختصاصها. كل هذه الإجراءات والجهود أدت إلى توفير المشتقات النفطية في السوق ولكل اليمنيين، حتى لتلك المناطق التي تخضع لسلطة الإنقلابيين، وذلك من باب المسؤولية والالتزام الأخلاقي والوطني للحكومة تجاه شعبنا اليمني. ياسر هادي، قناة عدن الفضائية.